أوجد ناتج القسمة التالية في أبسط شكل ممكن: 3 أثمان قسمة سالب 9 على 10 ماذا يساوي؟ طيب، أول حاجة حسب قاعدة الإشارات فالإشارة هي سالب، لأنه هو موجب قسمة سالب سالب، إذن الإشارة العامة النهائية حتكون سالب. طيب، 3 على 8 قسمة 9 على 10 يساوي 3 على 8، هاي 3 القسمة بنحولها ضرب، ولما أحول القسمة لضرب يسار القسمة فورا اللي على يسارها أقلبه يصير 10 على 9. الآن نحاول التبسيط إن وجد. لاحظ الثلاثة بتتبسط مع التسعة، لأنه 3 تقبل قسمة على 3 1، والتسعة تقبل قسمة على 3 هي 3. لاحظ معايا أيضا العشرة والثمانية كلاهما زوجيان، يقبلون القسمة على مين؟ على 2، هذه 5، والثمانية على 2 4. إذن الجواب صار معايا بسط ضرب البسط 1 ضرب 5، مقام ضرب المقام 4 ضرب 3 12، إذن الجواب هو -5/12، وسالب 5 على 12 هو الخيار ألف، هو الجواب الصحيح.